يا مرحبا عزيزي مولود الثور. وصلنا لشهر 10، شهر أكتوبر تشرين الأول من عام 2024. هلأ بالبداية قبل ما أحكي لك كل التفاصيل، هلأ هو شهر جيد بالنسبة لك ولكن متعب جسدياً، وممكن تحركاتك اليومية تكون كتير كتيرة، العمل بازدياد، المسؤوليات، الواجبات، مضطر إنه دائماً تشحن نفسك بالطاقة الكافية، مضطر دائماً تنظم وقتك، تنظم مواعيدك، لأنه رح يكون في تزامن كثير ما بين مسؤولياتك وواجباتك لتقدر تحيط بكل ما هو مطلوب منك، لأنه الحقيقة عندك كثرة مسؤوليات ووتيرة العمل إلى ازدياد. شمس وعطارد بالميزان بيأثروا مباشرة على نظامك اليومي، يعني أنت رح تلاحظ أنه أثناء نهار اليوم يلي بتهمل فيه تنظيم أمورك رح يكون يوم يعني يعتبر من الأيام أي اللي ما بتوصل فيها لنتيجة. تنظيم الوقت، تحديد الأولويات، ما يعني محاصرة الفوضى قدر الإمكان قد ما بتقدر، وبنفس الوقت من الواجب أنه بتنظيم الوقت تراعي صحتك، لأنه هاي فترة صحياً بتحس بالإرهاق نتيجة التعب والمهام. كثير مواليد الثور مقبلين على عمل جديد، وخاصة أنه عنا ولادة قمر ببرج الميزان، في عمل جديد بتستلمه أو إضافي أو جانبي. إذا كنت أنت مستقر بعملك ففي شيء إضافي، يعني ليش عم أقولك أنه حتكتر مسؤولياتك؟ لأنه في شيء رح تشتغله ما في شك، وفي مهام رح توكل إليك. هيكون في شوي هيك يعني تضارب ما بين التزاماتك العملية والعائلية، فيعني بشوي انتبه للوضع العائلي لأنه ممكن يسلط الضوء على هالجانب بشدة نتيجة غيابك، نتيجة انشغالاتك الكتيرة، يعني ممكن يكون في تقصير بهي الناحية. عطارد أيضاً بيساهم يمكن بتحسين أوضاعك المالية. قلنا أنه عمل جديد لمواليد الثور، الباحثين عن عمل بيحصلوا عليه، اللي حابين يطوروا عملهم بيقدروا يحققوا هذا الأمر. وأيضاً الأمور المالية بتنشط أكيد بهذا الوقت. ولكن وقت بيوصل عطارد لبرج العقرب، هون بدنا نوقف شوي، لأنه مولود الثور أمام عقد جديد أو أمام اتفاق جديد، يعني ممكن أو أمام عملية بيع أو شراء أو شراكة أو استثمار من تاريخ 13 وبعد، فكون حاضر وجاهز لهذا الترتيب. المريخ أيضاً بيلعب دور كتير مهم بهي المرحلة بطريقة تواصلك مع الآخرين، يعني ممكن يخلق فوضى بعلاقاتك مع المقربين، مع الإخوة مثلاً، مع الأخوات، مع المحيط المقرب، أو بنشاطك عموماً، يعني بيكون في نشاط غير منظم، فيعني قلنا أنه بتحس شوي بالإرهاق. مهم تهتم بالصحة، تهتم بشؤون سيارتك، بالطرقات، بأسفارك، لأنه تنقلاتك كتير حتكون كتيرة، فكون حريص، شيك على سيارتك قبل ما تتحرك، قبل ما تسافر، عمل الإجراءات كلها اللازمة.